بسم الله. Hello everyone. أهلا يا شباب. How are you? I'm الحمد great. لله. I'm great. Let's continue our English course. كنا Thank وقفنا you. عند page 54 وهنبدأ النهارده من page 55. Okay. يا شباب عندنا نطق TH. في حاجات بننطقها TH the وحاجات TH the. عندنا هنبدأ ب TH the. يلا نقول This. 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 طلع This. لسانك كده. This. 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 That. This. This. That. This. That. That. This. This. Mother. This. Mother. 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 Father. Father. يلا شباب That. واحدة واحدة كده نقول ها this. لازم تطلع That. لسانك كده this that That. that That. Mother. 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 خلي بالكم يا شباب ما نقولش mother, نقول ايه mother. 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 Father. 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 اوكي. احنا عارفين يا شباب الاسم المفرد singular noun. المفرد ده بيكون واحد بس. ودايما نحط قبل الاسم المفرد a او an. a بنحطها قبل المفرد اللي بيبدأ بconsonant ساكن. an بنحطها قبل المفرد اللي بيبدأ بvowel. a E I O U. يعني نقول a book, a car, a dog. لكن an مع ال vowels يعني نقول an apple, an egg, an insect, an orange, an orange, an umbrella. an umbrella. يبقى لازم قبل المفرد نقول a او an. طيب المفرد ده ممكن يكون قريب وممكن يكون بعيد. يعني مثلا لو انا قدامي كتاب وبشاور عليه من قريب وكتاب بشاور عليه من بعيد. لما بشاور من قريب أقول this is. This is This is a book. this is a book This is a book. this is a book لكن لو بشاور من بعيد أقول that is a book. that's a book That's a book. that's a book لو في إيدي قلم جاف بالشكل ده لو بشاور عليه من قريب اقول this is a pen. This is a pen. لو بشاور This is عليه من بعيد that's a pen. That's a that pen. طيب بص كده معايا, هي دي this with that اللي احنا لسه قاريينهم حالا. This او this نشاور بيه على القريب. يعني هنا الكرة دي بنشاور من قريب يبقى نقول this is a ball. This This is a is a ball. ball. This is a ball. لكن هنا بنشاور عليها من بعيد نقول that's a ball. That's a ball. يبقى دي أول حاجة نطق ال the. بعد كده th the نقرأ three. طلع لسان three. 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 Teeth. 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 جميل. Think. Think. Think يعني يفكر. Think. Think. Bath. 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 جميل أوي. Three. Three. Teeth. Teeth.
think Think bad. that. اوكي هولد، طلع كتابك كده في ايدك. كل الناس بص يا حبيبي، دكتور أنا مش معايا كتاب. الكلمة اللي انت هتسمعها مني اوكي هنوصلها بالحاجة بتاعتها. يعني مثلا اول كلمة عندنا تيث، تيث تيس يبقى نشوف ايه فين الكلمة اللي كلمة بتكتبها؟ تيث ونوصلها. او مثلا كده تيث three three. انت وصل بقى three numbers. three. لا بص دي نمبر 3. بص انا قلت نمبر 1 عندنا تيث، تيس وصلناه. عندنا نمبر 2 باث، باث باث نمبر باث باث. باث باث 3 تيث، باث 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 وهنا مستر في 3 2 3. اوكي انت بص عليهم بقى وحلهم. اهم حاجه ننطق التي اتش ذا ها وذا في الكلمات صح. هنا يا شباب مستر صفحة كام؟ دي يا حبيبتي بيج 57. بعد كده بناخد نطق سي كي ك ك سي كي ك. هنا نقول دك 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 دك. دك دك كيو يو كو كو كيو يو كو. كوين 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 يلا نقول دك 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 دك. دك روكيت 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 روكيت. روكيت كوين كوين كويلت. كوين اللي عرف ده نقول ايه؟ كويلت. يلا تاني دك 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 روكيت دك روكيت 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 كوين كوين كويلت كوين يوم كويلت. كلو كلو يلا يا شباب تاني ها دك. قول يا محمد معايا دك روكيت روكيت كوين كوين كويلت. ويلت جميل. بص بقى الان لما بيجي بعدها جي بنعمل ايه؟ ما بننطقش الجي. بص نعمل ازاي؟ كين كين. كينج يلا ننطق كده مع بعض كين. كينج لونج لون كين كين لونج. لون بانك بانك بينك بينك بانك بانك بينك. بينك يبقى الآن بعدها جيب نخبي الجن نعملها كده كين. كين انطقوا معانا يا شباب كين كين لون لون لون. لون بانك بانك بينك. بينك برافو. تعالوا بقى نشوف الان مع الدي. ويند 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 ان مع تي
tent. tent tent. tent بص الهواء او الرياح نقول wind. wind wind. wind hand. hand hand. hand tent. tent paint. pain جميل. قول يا رميساء معايا، كله يقول معايا شباب. ويند. wind هاند. hand تنت. hand hand تنت. tent tent paint. paint. tent يلا يا رميساء. ها ويند، كله يقول يا شباب ويند. wind wind هاند. hand تنت. tent paint. paint paint. paint ناخد بالنا بقى من L مع T. L T. بص نقول ازاي. belt. belt. belt مين بيقول زي belt؟ belt belt. belt برافو. M P. lamp. كله يقول بقى هنا lamb belt. belt belt. belt adult. adult adult. adult lamp. lamp. lamb camp. lamb كمان camp مرة كله هيقراهم، خلي بالك. belt. adult. belt lamp. camp. adult حبيبتي lamp. يلا يا مالك اقرا. lamb what belt. belt camp adult adult. Cam lamp. Cam camp. thank you. يلا رميساء. Okay, Mister Belt belt. Belt Belt adult. a boat أداء. adult. adult lamp. lamp camp. thank you رميساء. belt belt. belt adult adult. lamp lamp. camp camp. thank you. يلا حمو. Adult لا حبيبي بيلت. أنا مستر أنا حضرتك أنا قلت كده قول تاني من الاول Adult عشان ما سمعتش يا حبيبي. Belt بيلت. Adult ادالت. ادالت. Adult Lamb لامب. Camp كامب. برافو عليك. يلا محمد عمار. Belt بيلت. Adult Lamp Camp برافو عليك. ثانك يو. احمد حسن. Belt
أدار. أدور أدور لام كام برافو أحمد، ثانك يو. هانيا، بيلد أدلت ها لامب كامب برافو هانيا، اكسلنت. يلا حوده، صح، حوده كويس. يلا ها، بيل أدلت لامب كامب اكسلنت، برافو يا حوده. يلا يوسف، Belt, adult, lamp, camp. برافو، اكسلنت. ايمان محمد، اسمك ايه يا حبيبي؟ يبقى اكتب اسمك يا حبيبي. What's your name؟ Alpha. يلا عارف. Bill. لا 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 لا، ده letter B يا حبيبي. Belt، بيلت. Belt ها، adult ادلت، adult ادلت. adult lamb ها، camp ثانك يو. جودي، okay mister Belt, adult, adult. lamp, adult, lamp, camp, Thank you. Saja. belt, adult, lamp, camp. جميل. ممكن يا شباب نقول adult، adult، ما تقولوش adult، قولي adult، adult. يلا كمان. Built, adult, lamp, camp, لامب، كامب. ثانك يو كمال. يلا معاذ، built, adult, lamp, camp. معاذ قول ادلت، Adult لامب، lamp كامب. cam ثانك يو ميزو. حد ما قراش؟ في حد ما قراش يا شباب؟ طيب كلنا قرينا. انت يا مستر نعم، انا قرأت انا بقول مين اللي ما قراش يا جماعه. يلا حبايب، دول برضو هتعملهم في الهوم ورك، وهنا هناخد صوت اس كي، سك سك، وبرضو اس سي بننطقها سك سك، يبقى هنا نقول سكانك. يلا نقول سكانك سكانك، سكانك كانك، سكانك دسك، دس دس دس. دس دس دس. دس يلا تاني، سكانك، سكانك ديسك، سكانك دس دس كيبل، تيو كيل، سكانك كول، Scale. سكول، School. سكيل، School. كول، Scale. كول. Scale. جميل. يلا آخر مرة تقروا بقى، Scale. Scale. نقول سكانك، سكانك، ديسك، ديسك، سكيل، سكيل، سكول، سكول،
يلا محمد. سكونج سكونك. ديسك ديسك. سكيو ايوه سكول كول. اكسلنت. اشطر حمو. يلا حوده. سانكر ديس قول من اول يا محمود حبيبي. سكونك. سكونك. ديسك. strong school سكيل. سكيل. scale school سكول. روم تاني يا حود. يوسف. skunk desk scale school ممكن تطول دي شوية تقول سكيل. سكيل. scale scale ثانك يو يوسف. رميساء. Skank, لا يا skank, حبيبتي احنا قلنا سكونك. سكونك. skunk, disk, لا ما قلتش ديسك، انا قلت الدسك. ديسك. desk, قولي تاني يا رميساء skunk, ورايا. سكونك. skunk, ديسك. desk, سكيل. scale, scale, كول. scale, school. ثانك يو. يقريهم برضو اكتر. معاذ. كونت. school اكسلنت يا ميزو. برافو عليك يا حبيب قلبي. يلا يا جودي. skunk سكانك. skunk this seal لا سكيل. سكيل. skill قولي تاني. school سكيل. skill مش سكيل. skill سكيل. سكيل. scale school ثانك يو. يلا هاني. skunk سكونك. skunk this scale school قولي سكول. Ooh. محمد عمار. ثانك يو هاني. محمد عمار. Skank. سكونك. Skank. Desk. ديسك. Desk. Oh. كيو. School. كول. ثانك يو. يلا نشوف مين دوره. احمد حسن. Skunk. Disk. Sky. لا Scale. ايوه كده. سكيل. Scale. School. كول. برافو. اكسلنت. عرفة. Skunk. كونك. Skunk. Desk. ديسك. Desk. Skull. سكيل. سكيل. Scale. Scale. School. كول. School. ثانك يو. مالك. Skunk. Desk. Scale. School. أشطر ملك في الدنيا. برافو عليك يا حبيب قلبي. عرفة أرى. رميساء أرت.
هاني قريت محمد يوسف معاذ، قريت يا معاذ صح؟ رميساء حبيب ما قريتش، يلا يا رميساء. كونك كونغ ديسك ديسك. كونك ديسك سكيل سكول اكسلنت، نطقت حلوة قوي، برافو. يلا كمان. سكونج ديسك سكال كيو كيون سكول ثانك يو. سجا سكونج ديسك سكيل سكول اشطر سوسو في الدنيا، برافو. حد ما قراش دول يا شباب؟ لا لا كلنا يا مس قرانا. لا كلنا قرونا طيب نركز كلنا بقى، مستر قرأنا نركز بقى على الاس بي ار. عايزك تبص على بقي كده وانا بقرا الكلمات اللي فيها اس بي ار دي، عشان بص هعمل ازاي. سبراي، بص هنفخ بقي spray براي، spray نعمل كده spray سبراي spray سبراي سبراي. spray سبراي. قبل spray كده spray قلت لكم على صوت التي ار، قلنا نقول كده تري تري ترين ترين train 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 truck train truck. truck دلوقتي truck بقى هناخد truck اس ومعاها تي ار، اس ومعاها تي ار، نقول ازاي؟ بص كده نقول ازاي. ستريت ستريت ستريت. سترونج سترونج سترونج. ستريت سترونج. سيب المايك اعرف اهو انت. ستريت سترونج. يلا هنا نقول دول بقى سبراي، قلنا البي ار دي لازم تنفخ بقك فيها كده سبراي سبراي. سبرينج سبرينج، قلنا مش هننطق الجي بعد الان، اخدناها دي، ما نقولش سبرينج، لا سبرينج سبرينج. يلا تاني سبراي سبرينج. انت يا معاذ سترينج سترينج. سترونج سترونج. يلا اشطر شباب نكمل، نركز بقى في نطق دول عشان دول مهمين قوي، بيفرقوا معاك في الاكسنت بتاعتك. يلا نقول سبراي سبراي سبراي. سبرينج، قلنا مش هننطق الجي بعد الان. بص الكلمات الثلاثة اللي في الآخر دول فيهم ان وبعدها جي، مش هننطق الجي، فهنقول سبرينج سترينج سترينج. سترونج string سترونج. strong strong يلا مرة كمان سبراي spray سبرينج string سترينج string سترينج. string سترونج. strong يلا اتفضلي يا ساجد. spray سبراي spring سبرينج string سترينج strong سترونج. اوكي برافو احمد حسن. gray spring string والسترينج سترينج string string strong
strong strong. strong. معاذ Pray, pray pray, spring, spring, strong. thank you. محمد عمار Pray, spring, rain, strong, strong. دي يا حبيبي نقولها string Train. strong. Drone. thank you. يلا يا مالك. تفضل يا لوكا. Spray. Spray. spring Spring. spring Spring. string strong. strong. برافو يا مالك. thank you. يلا يوسف. Spray. spray Spring. spring Spring. String. string Strong. Spray. Spring. strong strong. برافو. excellent. Strong. Spray. Spring. عرفة. Spring. spray Spring. spring Spring. String. string Strong. strong. thank you. يلا محمد. Spring. يلا. Spray. ها. Spring. okay. String. String. Strong. thank you so much. يلا هاني. Spray. Spring. String. Strong. برافو عليكي. جودي. Spray. Spring. Strength. بص يا قلبي ما strength. تنطقيش الجي، احنا قلنا الان بعد الجي ما بننطقهاش، نقول سبرين سترينج Spring. سترونج. Spring. Strong. Spring. Strong. ثانك يو. رميساء. Spray. لا يا حبيبتي سبراي مش سبراي. سبراي. Spray, spring, string, string string. string, strong. لا انت كده بتغلطي كتير قوي يا رميساء، انت ما كنتش كده يا رميساء، انت عايزه تركزي شويه. قولي ورايا سبراي Spray, سبرينج spring. سترينج string Spring. strong. Spring. Strong. قولي يوم بقى من غير ما تغلطي. Spray. Spring. Spray. Spring. String. string Strong. strong string strong. اليوم كتير. رميساء سميع. Okay, Mr. Sprint, pray, spray sprint, pray, spring, spring spring, string spring, strong, strong. اوكي Mr. ثانك يو. مين اللي ما قراش يا شباب؟ Thank you, Mr.
أنا يا مستر مارش. اقرا يا حبيبي. أنا يا مستر مارش. Strong. ثانك يو. يلا معاذ. استنى انا قلت امال مين اللي بيقول ما قريتش يا شباب؟ حد ما قراش؟ قول يا انا كمان. قرأت الليست. ري. انا سبرينج يلا كمال. سبرينج. سبرينج 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 ستن string ستران string ستري ستريم strong. ستروم. thank you. يبقى احنا هنقف عند page 64. يبقى انت مطلوب منك تقرا من اول ما بدأنا لحد 64. طيب عندنا بقى حاجة تانية، هناخد grammar. هقول لكم من اول page كام في الكتاب. الجرامر هنبدأه من بيج 95. كله بقى يصحصح ويركز معايا كده. أول حاجة هنبدأ بيها في الجرامر هنشرح verb to be. verb to be ايه هو verb to be ده يا شباب؟ verb to be يعني يكون، be يعني يكون. verb to be ده اسمه am او is quiz او are. or 95 اوكي، am او is او are، التلاتة دول معناهم يكون. مين بيجي مع am؟ I بس، هي اختها الوحيدة، بقول I am ونختصرها كده نقول am. يبقى انا عندي مين الوحيدة اللي بتحب am؟ I، ونقول I am واختصارها am. طب مين بيحب is؟ في ثلاثة أربعة بيحبوا is، نقول ايه؟ هي شي ات والمفرد دول بيحبوا از. هي شي ات والمفرد دول بيحبوا از. اهو يبقى هي نقول هي از ونختصرها ازاي؟ كده بص، هنشيل الاي دي ونحط مكانها هنا ابوستروفي. دي اسمها ايه؟ ابوستروفي. ونحط الاس، يبقى هي از اختصارها هيز. شي از نختصرها نقول شيز. ات از نختصرها نقول اتس. ادم مفرد يبقى ادم از. هنا مفرد يبقى هنا از. ذا كات مفرد يبقى ذا كات از. يبقى عرفنا مين بياخد is؟ he she it والمفرد دول بيحبوا is. طب يلا نشوف are بقى، مين بيحب are؟ we you they والجمع دول بيحبوا are. we you they والجمع دول بيحبوا are. كلمة نحن يعني we are. we are. أنت you are. أنت you are. سيب التليفون يا عرفة وركز. نحن we are. أنت you are. أنت you are. أنتم you are. يبقى you are دي لها ثلاث معاني. you are يعني أنت، و you are يعني أنت، ويو ار يعني انتم. they are يعني هم، عشان هنسأل فيهم دول. we are نحن. you are
قلنا يعني أنت أو أنت أو أنتم. They are يعني هم. طب بنختصر we are إزاي؟ هنعملها كده في الاختصار، نقول where you are، هنقول your they are there آدم and Dina. دول جمع، يبقى ياخدوا ام ولا is ولا are. يبقى مرة تانية قلنا ام is are كده، نقول ام he is she is it's where you're there. طيب هسأل الشطار بقى، هنختار am او is او are. number one he a doctor. number two we students. number three it a cat. number four I a boy. عرف number one he am ولا is ولا are. is يبقى نقول he is a doctor. جميل. معاذ we معاذ we are برافو we are students. كمال it am ولا is ولا are. is it is a cat. تمام. جودي I am ولا is ولا are. يلا جودي يا جودي. طيب أحمد حسن ماشي. طيب هنقول I am a boy. جميل أوي. I am a boy. أحمد حسن آدم a boy. يلا حبيب آدم is a boy. برافو عليك. is جميل. مالك دينا and هنا girls. ها ام ولا از ولا ار؟ ار. برافو. علشان دينا and هنا جمع. جميل قوي. يبقى احنا عرفنا ام از ار. طيب بص يا جميل، كله يركز بقى في اللي انا هقوله ده. هنا بقول I'm a boy، انا ولد. لو انا عايز اعمل نيجاتيف واقول انا لست ولد، انا مش ولد، اعمل ايه؟ بص هتروح جاي بعد ام دي وتحط كلمه not وتقول I'm not a boy. I'm not a boy. طيب is لما نيجي نعمل لها نيجاتيف نفي، بص هنعمل ايه في النفي؟ هنقول is not او isn't. is not او isn't. يعني انا يا محمد يا هيثم لما اقول he's a doctor هو طبيب، عايز اقول هو ليس طبيب، يبقى اقول ايه؟ he doesn't a isn't doctor. يا حبيبي. احنا قلنا is النفي بتاعها اسمه ايه؟ isn't. isn't يبقى he isn't a doctor. طيب يا محمود she is a nurse. مش كلمش nurse هي ممرضة، عايز اقول هي ليست ممرضة. she isn't a nurse. برافو عليك. she isn't a nurse. she isn't a nurse. يا سجا
It is a book. هو كتاب، عايز أقول هو مش كتاب. يلا يا سجا. It is a book. عايزين نعمل كده. It isn't a book. برافو. It isn't a book. يبقى احنا عرفنا am لما نعمل لها نفي نقول am not. ممكن تبقى كده او كده. is لما نعمل لها نيجاتيف نقول is not او isn't. are بقى لما نعمل لها نفي نقول are not او aren't. are not او aren't. عشان نسأل بقى نقول لو قلت they are students يعني هم طلبة. طب أنا عايز أقول هم ليسوا طلاب، هم مش طلبة، أقول إيه؟ يا صحصح يا محمد. هانيا they are students. They are not students. Yes, يبقى نقول they aren't students. They aren't students. جميل. يبقى عرفنا خلاص يا شباب، عرفنا am ننفيها نقول am not. Is نقول isn't. Are نقول aren't. ده شيء جميل جدا. هو ده verb to be. بص هنا يا شباب، عايز اقول انا طالب يقول I am a student. طب I انت am a طالب student. you are a student. هي طالبة You are he is a student. student. أسأله. Student. هو طالب he is a student. هنا بنشاور على دولة، دولة يعني country. الدولة دي غير عاقل فنقول it. It is a country. It is a country. طب عايز أقول نحن طلاب. We are students. أنتوا طلاب. You are students. هم طلاب. They are students. بص كده على الجمل اللي عندنا دي في الكتاب. ركز معايا هنا. بص يا حبيب قلب. ريتا ده اسم بنت. ريتا is in my class يعني ريتا في فصلي. ريتا دي بنوتة بنبدلها بإيه؟ she is a student. زي برضو لو أنا قلت مثلا هانا is in my class يبقى أبدأ الجملة بمين مكان هانا؟ she is a student. لكن لو انا قلت خلي بالك من الجملة دي صحصح معايا كده، لو انا قلت رميساء is in my class رميساء في فصلي يبقى أبدأ هنا بمين مكان رميساء؟ ها مين يقول؟ أنا يا مستر أنا إيه يا حبيبتي؟ هنحط بدل الرميسير نحط شي She is يبقى إيه؟ She is a student. حلو قوي. She is a student. علشان دي بنت مفرد حطينا مكانها she is. طب أنا لو قلت بقى She is a student. ركزوا بقى يوسف is in my class. يوسف is in my class. هنحط لا لو بداله سكت شي ما هنحط تقوليش من بداله غير ما شي تستأذني عشان زمايلك يجاوبوا هما كمان. أنا مش يوسف is in my class. مستر ينفع He أنا is أقول a student. ينفع أنا أقول يا مستر قولي يا أحمد. أنا أقول أنا مستر أحمد حسن. رد صعب وشكله صعب أوي إيه إيه
يبقى هي از ستودنت. يبقى انا لما شلت البنت حطيت مكانها شي از، لما شلت الولد حطيت هي از. خلي بالك بقى، لو كان في جمع، سواء بقى اتنين مذكر اتنين مؤنث، واحد مذكر واحد مؤنث، ايا كان، طالما اكتر من واحد يبقوا جمع. لو انا قلت مثلا ادم اند احمد ار ان ماي كلاس، ادم واحمد في فصلي، هبدا أنا الجمله الثانيه ار ستودنتس. لما يبقى عندك جمع كده زي ادم اند احمد، تحط مكانهم they are. They are، يبقى they are students. طيب بص اللي جاية دي بقى، لو أنا قلت مثلا هانيا and I، يعني هانيا وأنا، هنحط هنا am ولا is ولا are؟ أنا يا مستر. هنحط ايه يا شباب هنا؟ أنا مستر. طيب علشان ما نقعدش نقول انا، أنا يا مستر. قول يا مالك، هانيا اند اي ام ولا از ولا ار ستودنتس؟ ار. الله عليك يا مالك. انا بقى من شوية سمعت ناس قالوا ام، هي صحيح اي بتاخد ام، بس لما تبقى اي لوحدها نقول اي ام كده، اي ام ستودنت ماشي، لكن دلوقتي احنا بنقول هانيا اند اي، هانيا وانا، بقينا اتنين جمع، يبقى نقول ار. لما نيجي نبدل هانيا اند اي دي بنحط مكانها وي ار، وي ار ستودنتس. يبقى اي حد اند اي، يبقى كده ناخد ار ونبدلها في الجمله الثانيه بوي ار. زي مثلا لو انا قلت يا سجا، لو انا قلت هنا سجا ان اي ستودنتس، ان ذا سيم كلاس، يبقى هتقولي سجا اند اي ام ولا از ولا ار؟ أر ار. برافو، علشان دول جمع. طب هنا هنبدل سجا اند اي بمين؟ بوي أر برافو عليكي، وي ار ان ذا سيم كلاس. حلو قوي. طيب نبص هنا في كتابنا، بص كده، الريتا is in my class، ريتا بنت فبدلناه بشيز. توم is in my class، توم ده ولد بدلناه بهيز. ريتا and توم دول جمع، ادينا لهم ار in my class، وبدلنا ريتا and توم ب they are في الجملة التانية. حلو الكلام. طيب يا صديقي، جينا هنا تحت بيقول لي كمل بام او از او ار. جودي نمبر 1 يا جودي، وي ار ستودنتس دي معمولة. طب نمبر 2 اي بقى، ام حلو قوي، اي ام. طب اقول اي ام ا ستودنت ولا اي ام ستودنتس؟ اي ام ستودنت a student، I'm a a student student. اي ام ستودنت I'm a student، أنا طالب. برافو محمد. هيثم number three، ريتا اسم بنت، تاخد ام ولا از ولا ار؟ is يبقى ريتا is a student ولا students؟ Rita is a student. برافو، ريتا is a student، ريتا طالبة. جميل. طيب محمد عمار، ريتا and توم ام ولا از ولا ار؟ Honor.
ار شاطر ار ار علشان دول جنب. طب نقول ار a student ولا students؟ ار ستودنتس. شاطر جدا. يبقى ريتا and تام ار students عشان هما جنب. طيب اوكي يا يوسف، يو كاتب لي جنبها one person يعني شخص واحد، يعني يو هنا معناها انت. يبقى يو تاخد ام ولا از ولا ار؟ اور ار. طب بما انه شخص واحد يبقى نقول له يو ار ستودنت ولا ستودنتس؟ يو ار ستودنت a student. You are a a student. student قلنا المفرد لازم نحط قبله اكد. حلو جميل قوي. طيب احمد حسن، يو وكاتب لي جنبها two persons يعني شخصين، يبقى نقول يو ام ولا از ولا ار؟ يو ار. طب الشخصين دول لهم يو ار a student ولا يو ار students؟ student. You are students. انتو طلاب. برافو اكسلنت. طيب يلا بينا هنا. شوف اللي بعد كده. احنا قلنا يا شباب I am اختصارها ام، او انا طالب اقول I'm a student. He, she, it بياخدوا is. She is, he is, it's. يبقى نقول هي طالبة she is a student. هو طالب he is a student. هي مدينة it's a city. You, we, they بياخدوا are. نقول you're, where, there. نقول له أنت طالب you're a student. إحنا طلاب we're students. هم طلاب their students. تعال بقى نقول هنا هنبدل بإيه. قال لي سارة is a student، بدلنا سارة ب she is in my class. طيب رميساء هنا بيقول جيم is a student. جيم ده اسم ولد، يبقى نبدله بإيه؟ رميساء سميح. هي مس هي 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 مس ايه؟ أب هي هي ايه؟ هي هيز. هيز سارة بدلناها بشيز. جيم ولد بدلناه بهيز. جميل قوي. طيب عرفة، I have one brother. أنا عندي أخ واحد. نبدل one brother ده بإيه؟ He He is. is. He is. Bravo. He is 20 years old. كمان. I have two sisters. عندي أختين. الأختين دول جمع نبدلهم بإيه؟ She. لا طبعا. She دي بتاعت المؤنث، البنت واحدة بس. نبدلها بإيه يا جودي؟ two sisters أختين جمع. برافو. they're students. برافو يا جودي. طيب رميساء، I have a dictionary. dictionary يعني قاموس، يعني حاجة غير عاقل. الغير عاقل بنبدله بإيه في المفرد؟ اتس برافو. وتاخد ايست اتس ايتس. شطورة برافو عليك. احمد حسن، I like my classmates. انا بحب زمايلي في الفصل. classmates دول جمع، نحط مكانهم ايه؟ زيرو اسمها they are مش زيرو there are. they are. اوكي مالك، I have three books. أنا عندي ثلاث كتب. three books دول جمع نبدلهم بإيه؟ there
برافو. there طيب سجا، my brother is 26 years old. my brother ده أبدله بإيه أخويا؟ He's he's married. برافو he's married، هو متجوز. معاذ، my sister is 21 years old. my sister أختي دي أبدلها بإيه؟ She. she إيه؟ she am ولا is ولا are؟ She is. يبقى she is. برافو. محمود علي، يوكو and علي are students. يوكو and علي دول جمع، نبدلهم بإيه؟ Or. بإيه؟ Or. علي صوتك يا محمود، Are you Mr. ما R? ينفعش R لوحدها يا حودة. هو خلاص يوكو أن علي أخدوا R هنا، تمام ماشي عشان جمع، بس إحنا لما يبقى عندنا جمع بنحط مكانه إيه هنا؟ Is They are. they They are. zero ركز يا حودة. أحمد حسن، I like my books. books دول مفرد ولا جمع؟ جام جمع، يبقى نحط مكانهم إيه؟ هنحط مكانهم ذي they إيه؟ زيرو they زيرو are. تمام، برافو أحمد. طيب نسأل رميساء وبعدين هاني، I like grammar. مفرد غير عاقل، نحط مكانها ايه؟ It it's. is. It is. it's. يلا يا هاني، Kate and I live in an apartment. احنا قايلين اي حد and I نبدلها بايه؟ We are. الله عليك يا احلى واجمل هانيه في الدنيا، we're roommates. يبقى دايما يا شباب شفتوا هانيه الجميله، اي حاجه and I نبدلها ب we are. شطوره يا هانيه، برافو عليكي. we live in an apartment يعني احنا عايشين في شقة. apartment الشقة دي مفرد ولا جمع يا عرفة؟ طيب عاقل ولا غير عاقل؟ غير اخر نحط مكانها ايه؟ it is it's. تمام يا ميزو يا مزا ميزو، I go to school. أنا بروح المدرسة، عايز أقول أنا طالب، يبقى أقول هنا إيه؟ I am a student. برافو عليك. محمود علي، I know you، أنا عارفك، عايز أقول له أنت في فصلي. أنت يعني إيه؟ يو يو إيه؟ أم ولا إز ولا آر؟ يو 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 آر آر English class. برافو. دول هيتعملوا في الهوم ورك يا شباب واشوفهم. طيب تعالوا كده هنا نشوف هو عايزنا نعمل ايه. هنا يا شباب listen، هتسمع مني، امسك قلمك يلا، وفي الكتاب بتاعنا هنعمل كده. اللي انت هتسمعه هتكتبه. يعني مثلا هقول لك it's very nice، يبقى انت هتروح جاي هنا كاتب مين؟ it's. number two she's in the classroom. she's in the classroom. number three I'm late. I'm late.
انا مش هكتب بقى، انت اللي هتكتب لوحدك. I am late. Number four. Oui. He's a teacher. He's a teacher. He's a teacher. Number five. You're her friend. You're her friend. You're her friend. يبقى number five, you're. Number six. We're in the same class. We're in the same class. Number seven. They're young. They're young. They're young. انت بتكتب يا محمد عمار ولا معاكش كتاب ولا ايه ظروفه؟ Number eight. It's very big. It's very big. It's very big. Number nine. You're very number friendly. Nine. You're very friendly. You're. Number 10. It's fun. It's fun. يبقى ده هنشوفه في الهوم ورك يا شباب. هنا بقى يا حبايب قلبي. مستر، نعم يا حبيبي. هو الورق ده معانا في الكتاب؟ طبعا. احنا بدأنا من طيب بيج 95. 95. الجزء الخاص بالجرامر شكرا بدأ من دكتور. 95. Thank you مستر. هنا بقى يا حبايب قلبي اللي انت هتسمعه مني هتكمله. يعني مثلا هنا ده بيقول hello my name is Miss Brown. يبقى هنا my name is. بص يا حبيب قلبي، احنا هنا في الجزء ده مطلوب مننا نستخدم verb to be am أو is أو are. خلي بالك عشان ده هيبقى هوم ورك عليك بقى. هنا مثلا هتقرأ hello my name، my name am ولا is ولا are؟ my name is. okay. هنا hello my name is Miss Brown، بتقول لهم أهلا بيكو أنا Miss Brown. I'm the new teacher، أنا المدرسة الجديدة. فالولد بيقول لها هاي ماي نيم از باولو اند ذيس از ماري. They are in your هنا لا we are in your class. We are in your class. هنا it's nice to meet you. It's nice to meet you. حاضر اتفضل. I'm happy to meet you too. I'm happy to meet you too. It's time for class. It's time for class. Please take a seat. دول انت هتسمعهم وتحطهم في الهوم ورك. واضح يا شباب؟ تشوف الفيديو، تسمع انا واضح قلت ايه وتكتب. طيب واضح. هنا ركز معايا بقى. احنا قلنا am النفي بتاعها اسمه am not، is النفي بتاعها اسمه isn't، aren't. طيب ركز معايا بقى كده. بص يا جميل، هنا جايب لي كندا country it city. كندا دي دولة ولا مدينة؟ كندا دي دولة، فهقول كندا is a country. Canada is a country.
هي ليست مدينة، يبقى نقول it isn't a city. وهنا هنقول جاكرتا مش دولة، دي مدينة، يبقى هنقول جاكرتا من isn't a country، ليست دولة. It's a city، هي مدينة. بيجن and لندن دول جمع، دول مدينتين جمع، يبقى هنقول بيجن and لندن. الجمع ياخد ام ولا از ولا ار؟ برضو ار، يبقى نقول بيجن and لندن are cities، دول مدن. They aren't countries، مش دول. They aren't countries. الباقيين هتعملهم انت لوحدك بقى، هتقول ايجا اللي هي قارة اسيا ليست country، هي continent، قارة. يعني هتقول ايجا ايجا isn't a country, it's a continent. country يعني دولة، و continent يعني قارة. وهنا ايجا and South America are continents، دول قارات. they aren't countries، هم مش دول. ده برضو في الهومورك. بص بقى، خلي بالك ده آخر حاجة في الهومورك عليك. هنا يا شباب كلمة artist يعني فنان أو رسام، gardener جنايني، bus driver سائق الأتوبيس، doctor الطبيب، police officer ضابط الشرطة، photographer photographer المصور. طيب artist الفنان اسمه جيم، مكتوب اسمه تحته اهو. طب هنا gardener الجنايني، نشوف اسمه ايه هنا؟ مايك، ونروح كاتبينه هنا. طيب باص درايفر سائق الاتوبيس، مين الباص درايفر؟ مس بلاك، يبقى مس نروح كاتبين بلاك اسمها هنا مس بلاك. مس شوف بقى بلاك مين دكتور، مين بوليس اوفيسر، مين فوتوغرافر، وتكتب اساميهم هنا. فوتوغرافر ان شوف انت بقى واكتب. طيب هنا بقى صح، معايا كده في الحتة اللي جاية دي، عشان دي آخر حاجة في الهومورك. بص بقى، ان isn't a gardener، هي مش شغالة جناينية، she's a photographer، هي مصورة. طب مايك is a gardener، هو جنايني، يبقى أنا عايز أقول هو ليس فنان، يبقى نقول he إيه؟ He isn't an artist. هنا بقى هتكمل انت دول في الهومورك. انت عندك اوكي الهومورك حاضر يا مستر. بتاعك هيبقى لحد بيج 99. احنا بدأنا اوكي الجرامر من اول بيج، 59 95 95. يبقى انت عندك من 95 ل 99 99 اي حاجه فوق. محتاجه تتحل حلها في الهومورك. كان اوكي واضح، مستر. ادي جزء. الجزء الثاني نقرا الكلمات اللي احنا اخذناها في اول السيشن لحد ما وقفنا. اتفقنا يا شباب؟ تمام. جود باي.